أعلن البرلمان التونسي رفضه لمشروع قانون حكومي لرفع سن التقاعد عامين إضافيين في ضربة قاسية للإصلاحات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد. ومشروع القانون الذي رفضه البرلمان التونسي من بين الإصلاحات الرئيسية للحكومة التي تتعرض لضغط قوي من المقرضين الدوليين من أجل خفض العجز في الميزانية عبر تقليص الدعم أيضا والسيطرة على كتلة الأجور.